يا حبايبي يا حلوين، كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. جملة ارتبطنا بيها من سنين طويلة لأبلة فضيلة، صاحبة أشهر برنامج إذاعي للأطفال في مصر والوطن العربي، وعشنا مع حوادثها اللي سابت ذكريات جوانا. تعالوا أقول لكم مين هي أبلة فضيلة، ومين هي شقيقتها الفنانة، وليه اختارت لقب أبلة بدل ماما، وهقول لكم لأول مرة سر حب عبد وهاب ليها، وليه غنالها أغنية أنا والعذاب وهواك، وسبب غيرة أم كلثوم منها. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها فضيلة توفيق، واتولدت سنة 1929 لأب مصري وأم تركية، وكان عندها 3 بنات وولد وحيد. شقيقتها الأصغر هي الفنانة محسنة توفيق، وتربت في شارع الملكة نزلي رمسيس حاليا. درست في مدرسة الأميرة فريال، وكانت زميلتها فاتن حمامة، وكانت بتحب الحواديت من صغرها، لما كانت والدتها بتجمعها هي واخواتها وتحكي لهم الحواديت، ونفس الحال مع جدها. والتحقت بكلية الحقوق عشان تزامل اخوها الكبير، وزاملت فيها عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق. اشتغلت بعد تخرجها بمكتب وزير المواصلات حامد باشا زكي، وفي اول يوم حاولت الصلح بين الخصوم في احدى القضايا، فعاتبها حامد باشا وقال لها مهنتها تعتمد على الخلافات، وانت ما تصلحيش للعمل في المحاماة، فسابت الشغل. قابلت الإذاعي بابا شارو محمد محمود شعبان سنة 1953، وقالت له إن أمنيتها تشتغل في الإذاعة، وقدمت أوراقها وتعينت كمذيعة لنشرة الأخبار، ودربها الإذاعي الكبير حسني الحديدي، وكان أول أجر ليها هو 12 جنيه، وكانت بتحوش منهم 4 جنيه في حصلتها. ومع بداية البث التلفزيوني وانتقال بابا شارو للعمل فيه سنة 1959، اختارها لتحل محله لتقديم برنامج غنوة وحد، وفضلت تكون أخت كبيرة للأطفال بلقب أبلة بدل ماما. ومن أشهر حواديت أبلة فضيلة حكاية عم الغلباوي، وحكاية الكسلان، وحكاية كوب اللبن، وأشطر الشطار، وأرنب وثعلب. وفي خلال فترة صغيرة قدرت تخطف أنظار الكبار والصغار، واستضافت شخصيات بارزة في البرنامج زي نجيب محفوظ وأنيس منصور، والدكتور فاروق الباز، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والشاعر كامل الشناوي، والموسيقار سيد مكاوي، وعبد الحليم حافظ، والدكتور. وقدمت كمان الأطفال الموهوبين زي صفاء أبو السعود، وهاني شاكر، ومدحت صالح. وفي عيد ميلادها استضافت عبد الوهاب في الأستوديو، وطلبت منه يغني بصوته وعلى العود أغنية ست الحبايب اللي لحنها لفايزة أحمد، ووافق بعد إلحاح. وبعد ما الحلقة خلصت طلب يتجوزها، واشترط إن الجواز يكون في السر، بس والدة أبلة فضيلة رفضت، لأنه كان متزوج من السيدة إقبال نصار وعنده 5 أولاد، واضطرت تهرب منه عند شقيقتها يسر في إيطاليا، وسافر لها عبد الوهاب وطلب يتجوزها لأنه بيحبها، بس رفضته للمرة التانية. ولما رجعت مصر عرفت من الكاتب حسنين هيكل إن عبد الوهاب طلب من الشاعر عبد المنعم السباعي يكتب له أغنية أنا والعذاب وهواك. كمان حصل بينها وبين الدكتور حسن الحفناوي زوج أم كلثوم إعجاب متبادل، فقالت إفيه شهير هو صحيح عبد الوهاب تاب وصاحب فضيلة، أبلة فضيلة اتجوزت مرتين في حياتها، ما أنجبتش من الأول، وبعدها اتجوزت من كبير مهندسي الإذاعة المصرية إبراهيم أبو سريع، وأنجبت ابنتها الوحيدة ريم. تولت أبلة فضيلة منصب رئيس لجنة الاستماع بالإذاعة، ومدير برامج الأطفال، ورئيس البرنامج العام، وقدمت على مدار مشوارها الإذاعي برامج منها برنامج مستقبلي، ولكن برنامج غنوة وحدوتة هو أشهر برامجها. حصلت أبلة فضيلة على وسام الاستحقاق من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشهادة تقدير من الاتحاد السوفيتي، ومن المركز الكاثوليكي للسينما باعتبارها صاحبة أجمل رسالة في عالم الطفولة، وتم تكريمها أم مثالية للإعلاميين في عيد الأم سنة 2016. في سنة 2014 قررت تسافر تعيش مع بنتها الوحيدة ريم في كندا بسبب حبها لأحفادها، وحصلت بعدها على الجنسية الكندية، ورحلت أبلة فضيلة في كندا عن عمر 94 سنة. توتة توتة، خلصت الحدوتة، رحم الله أبلة فضيلة وأسكنها فسيح جناته.